الرئيس السيسي يطلع على موقف المشروعات الاستراتيجية بالوادي الجديد ويوجه بالاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بالمحافظة. التوقيع على وثيقة التعاون بين مصر والإمارات والأردن بأبوظبي ومدبولي يؤكد أنها خطوة نحو التكامل الاقتصادي العربي. ومصر تدين اقتحام جماعات من المتطرفين لباحات الأقصى وتشدد على ضرورة وقف أي انتهاكات تستهدف هوية القدس المحتلة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديد، وذلك الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط للاطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في المحافظة، خاصة في قطاع الزراعة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد، موجها سيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة. وقد قام اللواء محمد الزملوط بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات، خاصة في قطاع الزراعة والموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي، وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح. كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد، فضلاً عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون، وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعة النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة. واستعرض أيضاً السيد محافظ الوادي الجديد تطورات إنشاء المجمع الحكومي النموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة الذي يضم كافة المقررات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية، إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة. وقعت مصر والإمارات والأردن على وثيقة التعاون الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاث. جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر بأبو ظبي. يأتي التوقيع على وثيقة المبادرة انطلاقا من توجيه القيادة السياسية في الدول الثلاث تماشيا مع قناعة الراسخة بضرورة تنمية القطاع الصناعي في كل منها وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات، وذلك بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتوفير فرص عمل متخصصة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن توقيع وثيقة التعاون الثلاثي يمثل تجسيدا واقعيا وتنفيذا عمليا لهدف هام ومحوري، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فما نوقعه اليوم يمثل تجسيدا واقعيا وتنفيذا عمليا لهدف هام ومحوري لنا جميعا، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. ذلك الهدف الذي كان حاضرا في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ 40ات القرن الماضي، حيث نصت المادة 2 فقرة ألف من ميثاق الجامعة على أن من أغراضها أن تتعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً في الشؤون الاقتصادية والمالية
بما في ذلك التبادل التجاري وأمور الزراعة والصناعة. كما أكد أيضا مدبولي على أن وثيقة التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن تعد نموذجا ملهما لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المواتية التي تسود العالم. فإن هذه الخطوة تعد نموذجا ملهما لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنة تحدق بنا إلى منحة وفرصة نسعى لاقتناصها ونتطلع من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عز علينا إدراكها على مدار عقود طويلة، وأعني هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية. أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي يتطلب الكثير من المجهود الشاق والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يجب بذله خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة. هناك الكثير من المجهود الشاق والعمل الدؤوب وغير التقليدي، وأؤكد هنا على غير التقليدي، الذي يتوجب علينا جميعا بذله خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة تنفيذاً دقيقاً وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاثة. وفي هذا الإطار فإنني أتوجه بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة بتوجيه فخامته لإنشاء صندوق استثماري تديره ADQ باستثمارات 10 مليار دولار أمريكي لبدء تنفيذ هذه المشروعات. هذا وقد حرص رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على استعراض أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، وخاصة في قطاع الصناعة والأمن الغذائي اللذين يمثلان محورا هاما من عملية التكامل. اهتمت جمهورية مصر العربية من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في كافة مجالات البنية الأساسية والاقتصاد المصري، وعلى رأسه قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفيما يخص قطاع الصناعة فقد حققت مصر بالرغم من كل الأزمات العالمية منها جائحة كورونا على مدار السنوات الثلاث الماضية طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث تم إعطاء 50,000 رخصة تشغيل جديدة لمصانع أنشئت في خلال الخمس سنوات الماضية. 50,000 رخصة تشغيل جديدة لمصانع تنشأ لأول مرة، وبمتوسط 50 فرصة عمل في كل مصنع. فنحن نتكلم على حوالي 2.5 مليون فرصة عمل تم إتاحتها في القطاع الصناعي على مدار الخمس سنوات الماضية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن فكرة عمل الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن نبعت من اللقاء الهام الذي جمع القيادات السياسية للبلدان الثلاثة في شهر رمضان الماضي، وخلال حوار مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والإماراتية والأردنية بشأن إطلاق الشراكة، نوه مدبولي إلى ما تمت مناقشته بشأن الأزمة غير المسبوقة التي يمر بها العالم كله، مؤكدا امتلاك مصر احتياطيا استراتيجيا من كل السلع الرئيسية وفقا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلى نجاح الحكومة في توفير مختلف السلع للمواطنين المصريين دون أن يشعر المواطن بأي نقص في السلع، مع مراعاة البعد الاجتماعي المتعلق بزيادة الأسعار. انطلاقا من الاتفاق المصري الإماراتي الأردني في الرؤى حول تحقيق التنمية المستدامة، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يشارك رئيس وزراء الأردن ووزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الصناعة التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء في كلمته أن المبادرة تدفع الدول الثلاث إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق أهدافها المنشودة. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر حققت بالرغم من تداعيات أزمة كورونا نموا في قطاع الصادرات غير النفطية بالغ أكثر من 20% عن العام الماضي، ولأن مصر تسعى دوما إلى جذب مزيد من الاستثمارات على أرضها. أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أقرت مجموعة
من القرارات تعمل على تسريع وتيرة كافة المشروعات التنموية والصناعية. من جانبه أشاد رئيس الوزراء الأردني بما اتخذته مصر خلال الفترة الماضية من خطوات لتقوية القطاع الصناعي. الشراكة المصرية الأردنية الإماراتية ستعمل على زيادة حجم الاستثمارات فيما بينهم مع تشجيع المنتج المحلي بالأسواق العربية المختلفة، تأكيدات جاءت في كلمات وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي. وبعشرة مليار دولار خصصتها كبداية الشركة القابضة الإماراتية لصندوق استثمار بهدف الشراكة مع مصر والأردن. تنطلق الشراكة الصناعية التي أرادتها حكومات الدول الثلاث لشعوبها. أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصون أن وثيقة التعاون الثلاثي بين كل من مصر والأردن والإمارات تهدف للوصول إلى تحقيق تكامل اقتصادي نوعي ليحقق الأمن الغذائي والدوائي. في ضوء مقتضيات الشراكة التراكمية التي نجتمع لأجلها، فإننا ننظر إلى ما لمثل هذا التكامل من فوائد استراتيجية عميقة الأثر على دولنا وشعوبنا، ومن أهمها تحقيق أمن ومرونة سلاسل التزويد في دولنا بما يكفل استدامة تدفق السلع بسهولة ويحول دون أي انقطاعات أو اختلالات، وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية وتحفيز للنمو والتنوع الاقتصادي وخفض تكاليف الواردات وإيجاد واردات بديلة، وسينعكس كل ذلك في إيجاد المزيد من فرص العمل لمواطنينا. ومن جهته أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان الجابر أكد أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات والأردن تأتي تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة العليا في الدول الثلاث. إن إطلاق هذه الشراكة يعكس حرصنا جميعا على إقامة شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وضمان الأمن الغذائي والصحي. وستؤدي هذه الشراكة الطموحة إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة في المستقبل القريب. وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات سارة الأميري أكدت أن توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية يستهدف تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالميا لتسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية وأيضا توفير وظائف للشباب. الشراكة هاي اليوم شراكة نوعية باتحاد ثلاث دول في مجال مهم جدا لاقتصاد كل دولة. القطاع الصناعي مهم جدا للتطور في القطاعات المختلفة في أي دولة، والتكامل في الجهود خاصة في المنطقة يعطي بعد وأثر إيجابي في خلق الفرص الوظيفية في كل دولة موجودة اليوم في الشراكة، بالإضافة إلى تنوع سلاسل الإنتاج والاكتفاء المتكامل من ضمن الدول الموجودة. نرحب في العمل مع زملائنا في مصر وزملائنا في الأردن في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات.
وعلى هامش مشاركته في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لقاء مع رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصونة بحضور وزيري التجارة والصناعة في مصر والأردن وسفيري البلدين. وخلال اللقاء أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها، لافتا إلى أن المقومات الاقتصادية والصناعية التي تمتلكها البلدان الثلاث تشكل قوة دفع هائلة نحو تحقيق التكامل ومواجهة التحديات. في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية تتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تمت محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة. في إطار متابعة قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، تم اكتشاف بؤرة إرهابية يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية، حيث تم محاصرتها ومداهمتها، ونتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها، أسفرت أعمال المداهمة الناجحة عن مقتل 10 أفراد من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار وعدد من الأجهزة اللاسلكية، وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آلية وعدد 2 خزنة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة. هذا ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في كافة ربوع مصر. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 402 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 156 طن مواد غذائية، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 136 طن مواد غذائية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 604 قضايا، من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 111 طن أقماح محلية. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية، وأيضا استهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. وقد أسفرت الجهود خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.
جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 420 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 20 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 248 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 98 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 773 قطعة سلاح ناري، أبرزها 107 بندقية و77 بندقية آلية و35 مسدسا و551 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة، إضافة ل1171 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 463,003 حكما قضائيا، من بينهم 1728 حكم جناية و168,140 حكم حبس و228,581 حكم غرامة و64,554 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 15 تشكيلاً عصابياً ضموا 52 متهماً قاموا بارتكاب 116 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 112 متهماً. كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1209 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 111.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 756.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يزيد على 33.5 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 10.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وقرابة 23,000 قرص مؤثر وأكثر من 12,500 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 17 مليون جنيه تقريبا. وتم ضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. أعربت مصر عن إدانتها لسماح السلطات الإسرائيلية باقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، محذرة من مغبة هذه التطورات التي تنبؤ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وفي بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر على أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص
المسلمين مشددة على ضرورة وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وكافة مقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مطالبا السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي والتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين. أكد سامح شكري وزير الخارجية على ضرورة وقف أي إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ولمقدساتها، وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وخلال استقباله لأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحة الفريق جبريل الرجوب، حذر شكري من مغبة مثل تلك الإجراءات أو الممارسات على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. كما عاد أيضا شكري التأكيد على أن مواصلة التوسع في النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين يقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين. من جانبه أعرب الرجوب عن التقدير لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ومساعيها المقدرة لتحقيق المصالحة الوطنية ومساندة الشعب الفلسطيني. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن إدانته الشديدة لقيام عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصى في حماية عدد كبيرة من قوات الاحتلال، مناشدا القوى المؤثرة عالميا والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه الاستفزازات. من جانبه أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مسيرة المستوطنين واعتداءاتهم على المواطنين في مدينة القدس المحتلة، محذرا من التبعات الخطيرة لتلك المسيرة وما تمثله من استفزازات لمشاعر المواطنين واقتحامها لساحات المسجد الأقصى المبارك. كما حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات والصلوات التلمودية في باحات الأقصى ونتائجها على ساحة الصراع وتداعياتها على المنطقة برمتها. وإلى السودان، حيث أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد. وأوضح مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن القرار يأتي في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار لفترة انتقالية. أجرى الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلانسكي زيارة إلى القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد. وخلال الزيارة أشاد الرئيس الأوكراني بجنود بلاده وبتضحياتهم من أجل أوكرانيا. وتمثل الزيارة أول ظهور رسمي لزيلانسكي خارج منطقة العاصمة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. علينا إيجاد الأموال وخطوط الائتمان المالي، ويجب أن تقدم الدولة الضمانات اللازمة حتى يتم العمل على مشروعات عملاقة في المدن توفر الأموال. ومن المرجح أن يعمل المحافظون ورؤساء البلديات على برنامج أوروبي لبناء المساكن، وتعد هذه فرصة كبيرة لإعطاء شكل جديد لمثل هذه المناطق المتضررة من الأزمة. هذا وقد أفادت وكالة رويترز بسماع ذوي انفجارات في خاركيف بعد زيارة زيلانسكي. فيما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الرئيس الأوكراني قرر إقالة مدير الأمن في خاركيف على خلفية عدم عمله من أجل الدفاع عن المنطقة. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم إن القوات الأوكرانية تصدت لهجوم روسي على منطقة سيفيرودونيسك أكبر مدينة تسيطر عليها القوات الأوكرانية في لوهانسك. هذا وقد أوضح حاكم منطقة لوهانسك سيرجي جايداي أن القوات الروسية قد شنت قصفا مكثفا على المنطقة، وأنه لم يعد من الممكن تقييم أحدث الخسائر والأضرار فيما دمرت عشرات المباني في سيفيرودونيسك. إلى ذلك قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي، قال إن البنى التحتية في مدينة سيفيرودونيسك مدمرة بالكامل.
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء قد فشلت في التوصل إلى اتفاق حول مقاطعة النفط الروسي. المسؤول الأوروبي أضاف أن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل المفاوضات غدا، حيث يقضي الاقتراح الذي تناقشه الدول الأعضاء بحظر النفط الروسي الذي تتسلمه عن طريق البحر بحلول نهاية العام الجاري، مع استثناء النفط الذي يمر في خط أنابيب روسي يزود المجر وسلوفاكيا وتشيك بالنفط. قال رئيس المعهد الاقتصادي النمساوي جابرييل فيلورماير، قال إن المعهد يخطط لرفع توقعاته للتضخم لهذا العام إلى 6.5% من 5.8% في شهر مارس، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. من جهتها أشارت هيئة الإحصاء النمساوية إلى أن أسعار الوقود والطاقة سوف تواصل تحديد معدل التضخم خلال الفترة المقبلة. وكانت النمسا قد سجلت أعلى موجة تضخم منذ أكثر من 40 عام، وسط ارتفاع معدل التضخم إلى 7.2% في شهر أبريل الماضي. قالت المؤسسة الخيرية والتي تحدد أجر المعيشة الحقيقية في بريطانيا، قالت إنها ستقدم موعد إعلان معدل الأجر الحقيقي للعام المالي الحالي إلى سبتمبر من نوفمبر بسبب ارتفاع التضخم. وارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 9% على أساس سنوي في أبريل، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1982 وفقا لبيانات رسمية نشرت في وقت سابقا من الشهر الجاري. تواصل أسعار منتجات الدقيق ارتفاعها في أسواق كوريا الجنوبية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للسكان وتكاليف أيضا تشغيل الشركات ذات الصلة. البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة المستهلك الكورية أظهرت ارتفاع سعر كيلوغرام من الدقيق المنزلي بنحو 20% عن نفس الفترة من العام الماضي. على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، يعيش سكان كوريا الجنوبية في أزمة بسبب ارتفاع أسعار القمح العالمية التي وجهت ضربة للبلاد التي تعتمد على الواردات بنسبة 80% من طلبها على الحبوب. منذ أواخر مارس الماضي استمرت أسعار منتجات الدقيق في أسواق كوريا الجنوبية في الارتفاع، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة للسكان وتكاليف التشغيل للشركات ذات الصلة. البيانات الأخيرة الصادرة عن وكالة المستهلك الكورية أظهرت ارتفاع سعر الكيلوغرام الواحد من الدقيق المنزلي المعبأ في سلاسل محلات السوبر ماركت الكبيرة بنحو 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما شهد مسحوق الدقيق المستخدم في صنع الفطائر والأطعمة والخبز ارتفاعا في الأسعار تقريبا ما بين 10 إلى 30% على أساس سنوي. وكانت كوريا الجنوبية قد رفعت سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع بسبب أزمة سلاسل التوريد العالمية والحرب المستمرة في أوكرانيا. وهذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها البنك المركزي
في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الرئيسية هذا العام بعد رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في كل من يناير وأبريل الماضيين، وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.3% خلال مايو الحالي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من عام 2012. مشاهدينا الكرام، التاسعة مستمرة معكم وتتابعون فيها. بايدن يواسي أقارب ضحايا إطلاق النار الدامي بتكساس. تعهد وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ببذل كافة الجهود لإنهاء أنشطة بيونغ يانغ المزعزعة للاستقرار وإعادتها إلى طاولة الحوار. وأعرب الوزراء عن أسفهم إزاء فشل تمرير قرار مجلس الأمن الدولي مؤخرا، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقد الفيتو على قرار أمريكي لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية. يذكر أن كوريا الشمالية أجرت حتى الآن 17 جولة من تجارب إطلاق الصواريخ هذا العام، وكان آخرها الثلاثاء الماضي، حيث أطلقت بيونغ يانغ 3 صواريخ باليستية من بينها صاروخ باليستي عابر للقارات. قام الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بزيارة إلى المدرسة الابتدائية في ولاية تكساس التي شهدت حادثا إطلاق النيران، وقد أسفر عن مصرع 19 تلميذا واثنين من المعلمين. وخلال الزيارة قام بايدن وزوجته بوضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الحادث. أعلنت مدينة شنغهاي كبرى المدن الصينية خطوات أخرى نحو العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل أكبر وإنهاء إغلاق كورونا الذي استمر شهرين. كما أعادت بكين فتح أجزاء من وسائل النقل العام وبعض مراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية وأماكن أخرى مع استقرار عدد الإصابات. نحو عودة جديدة إلى الحياة الطبيعية، أعلنت مدينة شنغهاي الصينية خطوات أخرى نحو إنهاء الإغلاق الذي استمر شهرين لوقف انتشار فيروس كورونا وألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد وشهد فقد كثيرين من السكان مصادر دخلهم. السلطات في شنغهاي كبرى المدن الصينية قالت إنها ستخفف من شروط اختبارات الكشف عن كورونا اعتبارا من الأربعاء المقبل لمن يرغبون في دخول الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل العام، وذلك تشجيعا لاستئناف العمل. كما وافقت السلطات على إعادة فتح 240 مؤسسة مالية في المدينة لتضاف إلى قائمة تضم 864 شركة أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر من أصل ما يقرب من 1700 شركة مالية في شنغهاي. وكانت شنغهاي قد سمحت بالفعل لشركات التصنيع في مجالات صناعة السيارات والمواد الكيميائية وأشباه المواصلات باستئناف الإنتاج منذ أواخر أبريل. وفي العاصمة بكين سمح للمكتبات والمتاحف والمسارح وصالات الألعاب الرياضية بإعادة فتح أبوابها في المناطق التي لم تشهد حالات إصابة مجتمعية بفيروس كورونا لمدة 7 أيام متتالية. يذكر أن القيود المشددة لفيروس كورونا التي كانت متبعة في المدن الصينية الكبرى كانت تختلف تماما مع الاتجاهات التي شهدت في بقية دول العالم، والتي اتسمت إلى حد كبير بالتعايش مع الفيروس حتى مع انتشار الإصابات. لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ الثلاثاء الماضي على ولاية برنامبوكو الواقعة في شمال شرق البرازيل. وقد أبقى المعهد الوطني للأرصاد الجوية على حالة الإنذار الأحمر حتى اليوم في برنامبوكو، وهو أعلى مستوى تحذيري من الفيضانات والانزلاقات الأرضية. يوما بعد يوم تتواصل المواجهة المحتومة بين الحياة البشرية والطبيعة الغاضبة وسط عشرات الفيضانات التي تغزو أنحاء متفرقة في الكرة الأرضية سنويا.
في شمال شرق البرازيل لقي العشرات مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة التي تستمر في الهطول على ولاية برنامبوكو منذ أيام، فيما أجبر نحو 1000 شخص على النزوح بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية. وأظهرت تسجيلات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل مساحات شاسعة غمرتها مياه الفيضانات ضمن نطاق بلديات عدة ومنازل منهارة وانزلاقات أتربة. من جهته أكد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أنه سيجري نشر فرق من القوات المسلحة ووزارة الدفاع للمساعدة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات اللازمة للأسر المتضررة. كما أبقى المعهد الوطني للأرصاد الجوية على حالة الإنذار الأحمر في ولاية برنامبوكو، وهو أعلى مستوى تحذيري من الفيضانات والانزلاقات الأرضية. ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، فإن الأمطار الغزيرة في 5 ولايات في الشمال الشرقي ناجمة عن ظاهرة موسمية تسمى الموجات الشرقية، وهي عبارة عن اضطراب جوي ينتقل من القارة الأفريقية إلى المنطقة الساحلية الشمالية الشرقية للبرازيل. ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة. أكدت الحكومة أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل جماعي في إطار مواجهة ومتابعة أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية الروسية. وللمزيد في سياق التقرير التالي. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بمناقشة استيضاح مقدم من عدد من النواب فيما يخص سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة. يرتبط الأمن الغذائي لأي دولة ما ارتباطا وثيقا بالأمن القومي ومجتمعها، ويشكل الصراع الروسي الأوكراني الذي بدأ 24 من فبراير الماضي ضمن عوامل أخرى أكبر التهديدات للأمن الغذائي العالمي، ومثلت أكبر صدمة اقتصادية عالمية منذ عقد من الزمن. فقد حذر رئيس برنامج الأغذية العالمي من الصراع الروسي الأوكراني أنه سيؤثر على أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، وسيكون لذلك تأثير فادح على مواطني الدول الفقيرة. الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اتخذت مبكرا من الإجراءات التي مكنتها من التعاطي مع هذه الأزمة. وأيضا يعني الحقيقة هذا الأمر امتد يعني وأكد أنها قضية أمن قومي لا يحتمل التراخي، وهي ذات الاستراتيجية التي تبنتها كافة الجهات المعنية في الجمهورية الجديدة. السيد الرئيس وجه بإقامة معارض كبيرة على مساحات من الأراضي داخل المحافظات. احنا محتاجين نعرف استراتيجية الوزارة في التشبيك كمان مع الوزارات الأخرى. احنا الفترة الجاية لو استمرت الأزمة احنا استعداداتنا ايه؟ كل ده الرسائل دي كل ما تبقى واضحة وبلغة سهلة يمكن للمواطن البسيط انه يفهمها ويطمئن ليها، أظن أن ده هيبقى ليه أثر كبير جدا في السلم الاجتماعي داخل الدولة. وخلال المناقشات أكدت الحكومة أن مؤسسات الدولة تعمل بشكل جماعي في إطار مواجهة ومتابعة أزمة الغذاء العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية الروسية، مؤكدة أن مصر لديها قدرة وخبرة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية. وفي نهاية الجلسة قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد تقرير بشأنها. هذا ورفع المجلس الجلسة على أن تستكمل باقي جلسات مجلس الشيوخ ومناقشة طلبات النواب في جلسة قادمة.
أكد أعضاء مجلس الشيوخ بالجلسة العامة للمجلس أن أزمة الغذاء العالمية هي تحدي كبير يواجه الدولة المصرية نتيجة لاضطراب في سلاسل إمداد الغذاء العالمية وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سعر القمح العالمي في ظل اعتماد مصر على القمح الروسي والأوكراني، مؤكدين أن القيادة السياسية تسير بخطة واستراتيجية جديدة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. النهارده يمكن اكدنا على ان الازمه دي مش بس مصر بتمر بيها، لكن الحقيقه كل دول العالم سواء كانت غنيه او فقيره، لان احنا بنتكلم على ازمه كبيره عالميا في سلاسل امداد الغذاء، بنتكلم على ازمه كبيره نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي اثرت الحقيقه مش بس على القمح زي ما يمكن الناس كلها عارفه، ولكن على عدد كبير جدا من السلع الاستراتيجيه للدول. مصر بالفعل كان لها فضل الله تعالى يعني السابقه انها قدرت انها مش هقول تتخطى هذه الازمه ولكن تواجهها بشكل او باخر. لدينا اكتفاء ذاتي نسبي وده اللي احنا بننشده خلال الفترة الجاية بتوجهات القيادة السياسية، التوسعات الزراعية والمشروعات القومية والتوسع خصوصا في زراعة القمح. الحكومة كانت استبقت ده وعملت مجهود طيب جدا في مسألة تأمين السلع الاستراتيجية، في رفع الساعة التخزينية، في إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة. الحقيقة ده جهد طيب جدا يستحقه الثناء والشكر عليه، لكن كمان مهم ان احنا نشوف اللي جاي ايه، مهم نشوف هنعمل ايه في منظومة الدعم، وده كان من ضمن الأسئلة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ازاي نضمن وصول هذا الدعم المستحقين، لان فترة زي فترة الأزمة دي مهم ان مستحق الدعم هم اللي ياخدوه وما نهدرش منه وما نديهوش لحد غير مستحق في وقت صعب. عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعا في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي والإجراءات المتبعة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية. وخلال الاجتماع تم توجيه بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات والمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، إضافة إلى الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا لك أميمة تمام، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 لتسجل نحو 14 مليار و600 مليون دولار مقابل 7 مليارات و800 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 85.9%. جاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيرادا من مصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها نحو 2.8 مليار دولار، يليها مالطا ثم إسبانيا واليونان. أكد رئيس التمثيل التجاري يحيى الواثق بالله بأن صادرات مصر إلى ألمانيا حققت ارتفاعا خلال العام الماضي بنحو 24% مقارنة بالعام السابق له لتبلغ 1 مليار دولار في عام 2021. جاء ذلك خلال استضافة جهاز التمثيل التجاري للاجتماع التحضيري لاجتماعات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، والمنتظر عقدها خلال شهر يوليو المقبل في برلين برئاسة وزير التجارة والصناعة نيفين جامع عن الجانب المصري ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك. إلى البورصة المصرية التي أنهت جلسة التداولات بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب مقابل مشتريات للمصريين. سجل رأس المال السوقي لأسهم شركات المقايضة بالبورصة مستوى 662 مليار و500 مليون جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10200 نقطة وأغلق عند مستوى 10026
80 نقطة متراجعا بنسبة 1.12%. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1746 نقطة، وأغلق عند مستوى 1727 نقطة منخفضا بنسبة 1.11%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2627 نقطة ليغلق عند مستوى 2599 نقطة منخفضا بنسبة 1.6%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و53 قرشا للشراء و18 جنيه و66 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 19 جنيه و88 قرشا للشراء و20 جنيه وقرش للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 23 جنيه و38 قرشا للشراء و23 جنيه و53 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و4 قروش للشراء و5 جنيهات و7 قروش للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي وصل سعره إلى 4 جنيهات و94 قرش للشراء و4 جنيهات و97 قرشا للبيع. وافق البنك الدولي على تقديم تمويل إضافي إلى تونس بقيمة 23 مليون و800 ألف دولار أمريكي لصالح مشروع مجابهة جائحة كورونا، مع التركيز على تعزيز النظام الصحي في البلاد للتأهب لمواجهة متطلبات الصحة العامة. أكد البنك الدولي أن هذا التمويل هو الثاني، والذي يشمل قرضا بقيمة 22 مليون دولار ومنحة قدرها نحو 1,800,000 دولار من أجل تعزيز قدرات الرعاية السريرية والطارئة والجراحية، وسيسهم ذلك في تعافي تونس من جائحة كورونا من خلال التخفيف من عبء حالات الإصابة الشديدة بالفيروس. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا وأميمة لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. أطلقت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدهي مؤتمر عشرينيات القرن العشرين تحت عنوان علامات فارقة وإنجازات مضيئة، والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة. وخلال المؤتمر قالت الوزيرة إن هذا الحدث المتميز يأتي احتفالا بعشرينيات القرن العشرين، وذلك استجابة من وزارة الثقافة لسلسلة المقالات التي كتبها المفكر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي في جريدة الأهرام العريقة، والتي تطرق فيها لأهمية هذه الفترة الزمنية من تاريخ مصر. جدير بالذكر أن مؤتمر عشرينيات القرن العشرين يتواصل على مدار اليوم وغدا، ويتناول النهضة الفكرية والثقافية التي شهدتها مصر خلال عشرينيات القرن الماضي من خلال لقاءات وندوات وحلقة نقاشية. كانت نداء من مفكرنا العظيم أحمد عبد المعطي حجازي من خلال عدة مقالات كانت في الأهرام، والحقيقة آخر اجتماع لينا في المجلس الأعلى للثقافة طرح هذه الفكرة معايا، استجبنا سريعا جدا جدا، واجتمعنا بالفعل كوزارة الثقافة لكل قطاعاتها فورا، لأن طبعا يعني هذه الحقبة مهمة جدا جدا وسرية جدا فكريا وأدبيا وسياسيا ورياضيا. كل قطاع بدأ يبحث في المرحلة دي، اكتشفنا كنوز كبيرة جدا، واكتشفنا تطور كبير جدا في هذه المرحلة، واكتشفنا أن مصر كانت على أعتاب، وهي فعلا حققت طفرة وأعتاب تقدم هائل جدا في مجال الثقافة، في مجال الثقافة والفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، وأيضا والرياضة وأدب الأطفال والأدب والشعر. فانعقد هذا المؤتمر ليلقي الضوء على أهم الأحداث والعلامات الفارقة في عشرينيات القرن العشرين، ليس فقط بهدف استدعاء الماضي، لكن في محاولة رصد وتحليل ماذا حدث في تلك الفترة، وما الذي أدى إلى وجود هذا الزخم وهذا الحراك الثقافي المجتمعي، لأن طبعا التغيير الاجتماعي أيضا كان عنصر مهم جدا، وشهد نهضة وتغيير في ترسيخ مفهوم الهوية والشخصية المصرية في تلك الفترة. وأما الآن فمع أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا أميمة، شكرا دينا، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا وجولة رياضية جديدة.
يلتقي الأهلي غدا مع الوداد الرياضي المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعد الأهلي الفريق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا بواقع 10 مرات منها آخر نسختين. تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، والذي يستضيف قمة عربية تجمع بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويخوض المارد الأحمر نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة 15 في تاريخه، وهو الفريق الأكثر تتويجا باللقب بواقع 10 مرات منها آخر نسختين، بينما خسر الأهلي النهائي 4 مرات. ويتسلح الأهلي بعامل خبرة التعامل مع اللقاءات النهائية، حيث لم يخسر الفريق الأحمر أي مباراة تحت قيادة المدير الفني بيتسو موسيماني سوى أمام طلائع الجيش في السوبر المصري، وهو الأمر الذي يعول عليه الفريق الأحمر من أجل العودة من الدار البيضاء بالتتويج القاري. إن شاء الله تعالى أن الأهلي يحقق البطولة الثالثة كأهلاوي يعني، وده متوقع من النادي الأهلي لأنه حصل قبل كده بعض المواقف المماثلة. إن شاء الله بكرة الأهلي يكسب ويكون النتيجة إن شاء الله 1-0 3-1 للأهلي كده كده إن شاء الله 2-0 أفشوا عبد قادر إن شاء الله إحنا هنكسب 2-1 بإذن الله 2-0 للأهلي إن شاء الله الأهلي يغلب ويغلب 2-1 ويسجل أهداف شريف أو بيرسيتاو. بصوا أكيد طبعا الأهلي أكيد عشان إحنا بنشجع الأهلي قوي يعني بجد، وأكيد طبعا الأهلي يعني مثلا 3-0 يعني أول أهلي إن شاء الله بكرة الأهلي 2-1. الفريقين كبار جدا، الوداد بيعيش في أفضل حالاته، مش هو الفريق اللي قبله الأهلي في الدور قبل النهائي نسخة البطولة في عام 2020 وقدر يغلبه هناك 2-0 وهنا في مصر 3-1. مباراة صعبة جدا على الأهلي وعلى الوداد برضه، مش صعبة بس على الأهلي. طبعا الوداد يمتلك أفضلية الأرض والملعب، الأرض والجمهور بشكل كبير، بس الأهلي طبعا عنده خبرات كبيرة جدا من آخر 6 نهائيات وصل لـ5، فيمتلك من الخبرات الكبيرة جدا أنه يقدر يعدي ومر بظروف دي قبل كده. هذا ويفتقد دفاع الأهلي عنصرا مهما وهو محمد عبد المنعم للإصابة، بخلاف المغربي بدر بانون البعيد عن المشاركة منذ شهور لمضاعفات فيروس كورونا، كما يغيب لويس ميكيسوني للإصابة، بخلاف الثنائي عمار حمدي وأكرم توفيق اللذين يعانين من إصابات طويلة. وتاريخيا التقى الأهلي والوداد في المباريات النهائية لدوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، كانت عام 2017 وحسمها الوداد على ملعب محمد الخامس وتوج باللقب بعد الفوز إيابا بهدف نظيف عقب التعادل بهدف لمثله ذهابا في القاهرة. فاز بيراميدز على ضيفه المصري البورسعيدي ب3 أهداف مقابل هدف في الجولة 21 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز 14. وفي البطولة نفسها تعادل فيوتشر مع ضيفه إستر كامباني بهدف لمثله. بهذا التعادل رفع فيوتشر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع إستر كامباني رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأخير. حصد الدولي المصري لاعب ليفربول محمد صلاح جائزة أفضل هدف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، وحصد صلاح الجائزة بالهدف الذي سجله أمام مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما على ملعب أنفيلد. وأظهر صلاح مهارة رائعة بعد مراوغة 3 لاعبين قبل أن يلتف ويتجاوز لاعبا رابعا ويهز شباك الحارس البرازيلي إيدرسون بتسديدة من زاوية ضيقة بقدمه اليمنى. تواجد الدولي المصري لاعب ليفربول محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مبارياته أمس وفوز نادي ريال مدريد الإسباني باللقب على حساب ليفربول الإنجليزي. تواجد صلاح في منطقة وسط الملعب بجانب اللاعبين أرنو دوناغوما لاعب فياريال ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي ولروي ساني لاعب بايرن ميونخ.
احتفل مشجعو نادي ريال مدريد الإسباني بتتويج فريقهم بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، واحتشد عدد كبير من جماهير الفريق الملكي في شوارع العاصمة الإسبانية للاحتفال بلقب القارية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لدينا وأميمة لاستكمال ما تبقى من التاسعة. إليك أميمة. شكرا لك فاطمة. اختتم مهرجان كان السينمائية الدولية دورته 75 التي تنافس فيها 21 فيلما. وقد منحت اللجنة التحكيمية التي يترأسها الممثل الفرنسي فانسان لاندون الفيلم السويدي مثلث الحزن للمخرج روبن أوسلاند السعفة الذهبية، وهي الثانية في مسيرته السينمائية. وأما الآن فإلى أخبار الطقس. ووقفة أخيرة مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا، شكرا أميمة، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 38، الصغرى 23، اسكندرية 32، 21، مطروح 28، 20، بورسعيد 30، 21، اسماعيلية 38، 22، وجوها حار. بالنسبة للسويس 37، 22، العريش 32، 20، طابة 35، 21، شرم الشيخ 38، 26، الغردقة 37، 26، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 41، 25، أسوان 43، 26، الوادي الجديد 40، 25، شلاتين 35، 23، حلايب 33، 24، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا، نبقى الآن مع لقطة اليوم.
مشاهدينا الكرام، أخبار التاسعة انتهت، والآن إلى العناوين. الرئيس السيسي يطلع على موقف المشروعات الاستراتيجية بالوادي الجديد ويوجه بالاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية بالمحافظة. التوقيع على وثيقة للتعاون بين مصر والإمارات والأردن بأبو ظبي ومدبول يؤكد أنها خطوة نحو التكامل الاقتصادي العربي. مصر تدين اقتحام جماعات من المتطرفين باحات المسجد الأقصى وتشدد على ضرورة وقف أي انتهاكات تستهدف هوية القدس المحتلة. ختام نشرة التاسعة.